بسم الله، والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. فتنادوا مصبحي من مكرهم اللي قرروا مش يصنعوه بالغرب من الصباح وما يتهمش أي لا حفلة ولا إشارة أن موجودون وأنا متحركون. صمت ويخفى أمرنا حتى يتم حصاد الخيرات ونوزعها فيما بيننا ونكنزها، ولا يتفطن من ينتظرنا أن يأخذ منا حقهم يوم حصاد، وما يندمش يحصدوا الخيرات ويوم الحصاد منال منها حتى حد من المحرومين، يعتبرهم مش أهل العطاء ويعتبرهم قدرهم والحرمان، وبرا عاد يبدأ يجيب ويجلب حسب ما وهمه به الشيطان. أنت مكش مجرم، هو من قاعد وانت من الصباح ولا من الفجر وانت تسعى تشري الحبوب وتسقي الأشجار ونايم نيل ليه باش تعطيه؟ هذا منطق الأشرار، منطق السقاط، منطق اللي كبر بين العمل. يا ربي أنعم عليك وأنت تحرم من هو محروم، زيدوا حرمان زيدوا مقت، لا إله إلا الله. قالك مسلمين، والله ما نكلم فيكم كبر رسمي وفك عليكم باش تحطوا في بالكم أن هؤلاء الذين يدعوا الإسلام يهربوا شيء من الإسلام ويطبقون الإسلام ولو قليلا ولو بعض دقائق من عمرهم، طول سنوات يعيشوها ما عندهمش فكرة على الإسلام المطبق. لأن ربي يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم.